بيني وبينهم سنتيمترات، إلا إنه فجأة خطر في بالي سؤال. أنا فعلاً كنت قريب منهم؟ الغريب اللي أنا اكتشفته إنهم مش أصغر مني بكتير، أفكارهم وطموحاتهم أكبر من سنهم، بيحاولوا بكل طاقتهم يشقوا طريقهم في ظروف متهيألي أصعب من اللي أنا مريت بيها. قربي منهم خلاني مش عارف هم اللي محتاجين لي ولا أنا اللي محتاج لهم. كنت فين أنا طول الوقت ده؟ كنت فين؟ لسه كتير على السينما؟ لا خلاص يا دكتور، قربنا نوصل. على فكره يا دكتور، لو تعبان ممكن تيجي انت تقعد على حجري. لا يا اخويا انا مرتاح كده. على فكره يا دكتور انت ظريف قوي، وما الناس بتوعك غلس ليه؟ وكل ده منك، كان ايه اللي خلاك تبيع العربيه؟ انا بعتها عشان اسافر، وبعدين ايش عرفني حاتزنق الزنقه السودا دي؟ مصره تيجي معايا؟ اولا انا كده كده لازم اروح عشان اهلي بقالي كتير ما شفتهم، مش ليه تروح لوحدك وانا اروح لوحدي؟ ثانيا لو خايف من سواقتي انا سواقه ماهره، ثالثا نفسي في اكل. خلاص 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 خلاص. طب يعني انطلق؟ انطلق. اوكي. الساعة 12 بالظبط هعدي عليك. اوكي. ابويا كان بيشتغل قاضي، كان بيلف مصر كلها، ما كناش بنقعد في حتة واحدة أكتر من سنة، عشان كده ما كانش ليا أصحاب. صاحبت السينما، أتفرج على الفيلم واروح البيت امثله قدام المرايه. حبيت التمثيل لكن ما قدرتش اقدم في المعهد عشان ابويا كان عاوزني ادخل حقوق. دخلت الحقوق، مات بعدها هو بسنه. رحت قدمت في المعهد، قبلت، خدت البكالوريوس وسافرت البعثه واتجوزت. رجعت لقيت نفسي في التدريس. ها ها ايه؟ ما خلاص. خلصت فنون جميلة وطلعت على مصر على طول عشان أمثل. في الأول كان صعب قوي إني أسيب ماما لوحدها، خصوصا إن أخويا متجوز وعايش بره وبيجي قليل قوي. طلبت منها إنها تيجي تقعد معايا، بس هي متقدرش تسيب اسكندرية أبدا. بس أهو أنا ساعات باجي أزورها، هي بتيجي تقعد معايا شوية. بس مش هو ده اللي أنا بسأل عليه. أمال عايز تعرف إيه؟ عاوز أعرف أنا شايفك صح. وأنت شايفني إزاي؟ بتضحكي، بتجري، بتفرقي طاقة على اللي حواليكي. ايه مفيش حاجة بتضايقك؟ تفتكر مفيش حاجة بتضايقني؟ بس مقدرش اغير اللي بيضايقني. اغير نظرة البواب ليا مثلا في الطلعة والنازلة؟ بنات مأجرين شقة وبيشتغلوا في السيمة، مشكوك فينا رسمي. ولا المخرج اللي يقولك سنانك ما فكرتيش تصلحيها كده؟ جربي جربي، وان شاء الله المره الجايه هديكي دور احسن.
طارق بقى لف الدنيا رجعلي بحاجة واحدة. كول. احنا يعني مضطرين نتجوز؟ ليه؟ احنا مع بعض كويسين. وليه بيحبني؟ حبيني بطريقته. حب ايه ده؟ حب ايه؟ اللي انت جاي تقول عليه؟ يا عم انا هسأل اشتري دماغي. خير يا سيدي، ايه الموضوع المهم اللي انت كنت عايزني فيه؟ انت فاكر موضوع الشغلانه اللي كنت كلمتني عليها؟ ما انا قلت لك خلاص نزلنا فيها حاجه، بس لو عايزني اطيرهولك اطيرهولك. لا 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 يا معلم، لا خلاص مش مشكله. طب استنى، في شغلانه تانية كويسه، اخلص الجيم واعمل تليفونات واقول لك. بس طارق ما ترجعش بقى تقول لي اصلي مش شايف، اصلي مش حاسس، والكلام الغريب بتاعك ده. ما تخافش انا عايز اشتغل. يعني ايه مش لاقيه؟ حضرتك بتصل بيه على الموبايل مقفول، وفي البيت بيقول خرج من بدري، ممكن يكون عنده شغل تاني. وانا اتصرف ازاي؟ المشكله مش هتصور، روح يا ابني هاتولي من تحت الارض ولا شوف حد تاني. اخلص. صباح الخير يا استاذه هند، ما لسه بدري. صباح النور. فين الاكسسوارات؟ طب نص ساعه روح اجيبهم بسرعه. تعالي تعالي ريحي نفسك، حسن خلاص راح جابهم. اتفضلي بقى على المكياج خلينا نخلص. صباح الخير يا استاذ علاء. اهلا وسهلا دكتور محمود. ازيك يا دكتور؟ اهلا اهلا، ازيك؟ بقولك يا دكتور خليك واقف زي ما انت. ثواني هاجي لك زي ما انت. بعد اذنك يا استاذ خان. ايه في ايه؟ اصل الراجل اللي هيعمل دور الضابط ما جاش، ممكن نخلي الدكتور محمود يعمل دور بداله؟ مين ده؟ اهو اللي واقف هناك اهو. ماشي، على كل حال الدور مش محتاج تمثيل. دكتور محمود، دكتور محمود، استاذ خان رشحك لدور معانا في الفيلم. لا لا دور ايه؟ لا لا من فضلك انا ما اقدرش. اهو معلش يا دكتور، دور صغير بس مؤثر جدا في الاحداث. لا مش هقدر مش هقدر. ما تقلقش يا دكتور، تعالى بس معايا. تعالى هتخبط على الباب جامد، العساكر وراك، هتخش معايا امر تفتيش، هتقول لهم خشوا فتشوا. حافظ الحوار؟ حافظ يا استاذ. اوكي يلا بينا. رولينج كلاك. 56-2 أول مرة. أكشن 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 أكشن. ستوب. إيه يا دكتور ما خبطتش ليه؟ معلش أنا آسف أنا آسف. من فضلك بعد أكشن تخبط على طول. حاضر حاضر. بعد أكشن. حاضر. جاهزين يا أستاذ نادى في الاستوديو؟ 56-2 تاني مرة. أكشن أكشن. يا لهوي